في البداية باشمهندس، لو هنتكلم أنه العنوان العريض لليوم هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والثنائية بين مصر والصين، إيه أهم الآليات علشان نعزز هذه العلاقات، وإيه سبل فتح آفاق أوسع للتعاون أكثر من اللي احنا متابعينه في هذه المرحلة؟ الأول الصين ومصر البلدين طبيعتهم أو الطبيعة أو المراحل اللي البلدين عدوا بيها لحد ما وصلوا للتنمية فيهم سيميلاريتي كتير او فيهم حاجات شكل بعض كتير، فهم عدوا بنفس الحاجات اللي احنا عدينا بيها، سواء انفليشن او ديفالويشن بتاع الجنيه المصري او كده، فده مش هجعنا جدا على موضوع ان احنا نكمل استثمارات او نعزز استثمارات في مصر. الفهم ده مدي او الالوكيشن من القياده السياسيه بتاعت مصر والقياده السياسيه في الصين مدي عمق للعلاقة ومدي مصداقية للبلدين مع بعض. فاحنا نقدر نشوف كل المجالات اللي الصين تقدمت فيها، زي التكنولوجيا، صناعة السيارات، المعدات الكبيرة، كيفية بناء المصانع وهكذا، ونقدر ناخد من التجربة دي ونحط في مصر. طيب حضرتك ذكرت عدد من الأمثلة لبعض الصناعات المهمة حتى بالنسبة لنا في مصر، يعني حتى القيادة السياسية بتتكلم دايما عن هذه القطاعات. إيه أهم القطاعات الأخرى الإضافية اللي حضرتك شايف العين بتاعة المستثمر الصيني عليها أكثر في مصر الفترة دي؟ العين بتاع المستثمر الصيني على مصر، لأن مصر عندها موقع جغرافي قوي جدا، بنقدر نقول إن هو في قلب العالم، عندنا اتفاقيات دولية كتيرة جدا بيننا وبين الدول المحيطة، فاحنا عندنا البريكس، عندنا الكوميسا، عندنا اتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية وبين مصر، عندنا اليورو 1 بالظبط، شنغهاي، الحزام والطريق، فاحنا عندنا مميزات كتير مش موجودة لحد. كمان الصين بسبب التوترات الأخيرة والكوفيد بقى عندهم رغبة في انه يطلع يعمل استثمارات بره، بحيث يأمن السبلاي تشين او سلاسل الإمداد والتمويل، فدي ميزة كويسة جدا. انا شايف ان البلدين يقدروا يتلاقوا من الحتة دي، ان الصين بتقع في اقصى شرق العالم، فبالتالي ترانسبورتيشن او نقل البضائع او نقل بياخد وقت ومكلف جدا، فنقدر نعمل ده في مصر، وده اللي احنا بدأناه في هاير، ان احنا نعمل مركز اقليمي في مصر لهاير يصدر للشرق الأوسط وأفريقيا وكمان جنوب أوروبا.